نستكمل حفلنا بكلمة فضيلة الشيخ حسين راضي مدير أوقاف الشروق وبدر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه، وبعد، بداية أشكر كل الحاضرين معنا اليوم. اللي أنا شايفه من شوية ده شيء رائع جدا، يعني أول مرة أزور بيت من بيوت الله وأرى هذا المنظر، هذا الشكل الذي هو أصف بأنه فوق الرائع. شيء جميل إن هذا المسجد، مسجد الكوثر، له مجلس إدارة يعني يفعل كل ما يراه مناسبا لهذا المسجد، من مدارس علمية للقرآن الكريم ومحاضرات دينية وأمسيات دينية واحتفالا بمناسبات دينية، يعني شيء فوق الرائع. أنا ذهبت إلى مساجد كثيرة من أقصاها إلى أدناها، رحت الوجه الإبلي ورحت الوجه البحري، وصلت الإسكندرية حتى أسوان، ولم أرى ما رأيته اليوم، شيء رائع والله العظيم. ما كنت أتوقع هذا من مجلس إدارة في مسجد، وإني لأشكرهم على هذا المجهود الكبير الضخم الذي أراه، كما أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم وأن يتقبله منهم إن شاء الله. السادة الضيوف، ضيوفنا الكرام، علماؤنا الأجلاء، أشكرهم جميعا على حضورهم كلا باسمه، وأشكر هذه الوجوه المضيئة التي انشرح لها صدري لما رأيتها، أشكركم جميعا على حضوركم. وبعد، أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي سروري وامتناني أن أكون معكم أشارك في هذا التكريم، تكريم حفظة القرآن الكريم في ليالي شهر رمضان الكريم. هذه الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، من أفضل الليالي عند الله عز وجل في الدنيا، وهذا كرم وامتنان وفضل من الله عز وجل للمسلمين المؤمنين الصائمين أن أعطاهم العشر الأواخر من شهر رمضان. ليه؟ لأن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم فضل ومنة من الله، تتنزل فيهم الرحمات ويكثر فيهم الحسنات، ويضاعف الله الأجر والثواب لكل مسلم صام وقام. أليس هذا فضل؟ أليس هذا كرم وامتنان من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولعلم الجميع أن هذا الكرم وهذا الفضل لم تناله أي أمة من الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خير وفضل ساقه الله إلى المسلمين ليغتنموا فيه هذه الأيام والليالي. أيها السادة، حتى يخرج المسلم الصائم من شهر رمضان لما يحيي هذه الليالي بالطاعة والعبادة والذكر، لما يحييها تقربا إلى الله عز وجل، فقد
أوجب الله على نفسه أن يخرجه من شهر رمضان ولا ذنب عليه، محى عنه جميع الذنوب والأوزار، فضل وكرم من الله. وأفضل من هذا وأكرم من هذا أن أعطانا الله في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة كريمة، هي أفضل الليالي على الإطلاق، ليلة ذات شأن، ليلة ذات قدر، ليلة لها قدسية، ليلة لها مكانة، ليلة من الأهمية بمكان عند الله، ليلة القدر. ساعات ليلة القدر، دقائق ليلة القدر، ثواني ليلة القدر، كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية في هذه الليلة لها شأن عند الله، لها قدر عند الله، لها مكانة عند الله. للمسلم الصائم بالنهار، القائم بالليل، متحريا ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، هكذا قال رسول الله، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ويكفي. من حرم الخير، خير الله للمسلمين في هذه الليلة الكريمة ذات شأن وقدر عند الله، من ضيعها، من جعلها تفوت، من جعلها تمر عليه مرور الكرام، فمن أين يأتيه الخير؟ فقد حرم كل الخير. ليلة الله عز وجل يقدر فيها مقادير الخلائق من العام إلى العام، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة ذات شأن ذات قدر بنزول القرآن الكريم فيها. القرآن الكريم دستور المسلمين، جئنا اليوم نحتفل معكم لنكرم أبناؤكم من حفظة القرآن الكريم، ولنا الشرف أن نكون من المشاركين في تكريمهم. فلا أستطيع أن أوصف لكم سعادتي ونحن نكرم حفظة القرآن الكريم. يا أيها المسلم، اعلم أن القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الكبرى أبد الآبدين. عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بعد أن عجزوا بأن يأتوا بعشر صور من مثله فما استطاعوا. فبعدما عجزوا تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة فعجزوا، ثم قالها صريحة: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير وصدق. أيها الحفل الكريم، حامل القرآن الكريم، سواء كانوا كبارا صغارا نساء، كل حامل للقرآن الكريم في صدره له قدر وشأن ورفعة ومنزلة عند الله. حافظ القرآن الكريم له قدر، قارئ القرآن الكريم دائما في رمضان وغير رمضان له قدر عند الله عز وجل. كيف ذلك؟ جبريل عليه السلام ملك من ملائكة الرحمن، أكرمه الله بأن جعله ينزل بالقرآن على النبي محمد،
فماذا صار؟ فأصبح جبريل عليه السلام لما حمل القرآن من الرحمن إلى قلب الرسول الكريم بحمله للقرآن ونزوله بالقرآن صار عند الله أفضل الملائكة، صار عند الله أفضل الملائكة لما تشرف بأن حمل القرآن إلى قلب رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على قلبه، فلما نزل القرآن على قلب رسول الله كلمات الله أصبح محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين ولا فخر بنزول القرآن عليه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما جيء إليها القرآن الكريم كلمات الله أصبحت خير أمة أخرجت للناس لأن القرآن الكريم نزل إليها. هكذا كل من حمل القرآن سواء حفظه أو كان من المداومين على قراءته له قدر ومنزلة وعلو شأن عند الله بخلاف الأجر. أيضا نزل القرآن في شهر رمضان الكريم، بداية النزول في شهر رمضان الكريم، فصار شهر رمضان بنزول القرآن فيه سيد الشهور وأعظمها عند الله عز وجل. نزل القرآن في ليلة القدر فأصبحت ليلة ذات قدر لما تم نزول القرآن فيها. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، هكذا أيها المسلم أيها الموحد المؤمن الصائم، أن حامل القرآن الكريم هو حامل الهدي وصراط الله المستقيم. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قالها صريحة قال خيركم أفضلكم أكرمكم أعلاكم خيركم من يا رسول الله؟ من تعلم القرآن. خيركم من تعلم كيف يحفظ القرآن، كيف يجود القرآن، كيف يقرأ القرآن. فمن حفظه وجوده وأتقنه وقرأه فهو أفضل الناس عند الله عز وجل ولا يساويه أحد، لا يساويه أحد. والخيرية خيرية مطلقة ليست مقيدة. خيركم من تعلم وعلم، بعدما تعلم القرآن حفظا وتجويدا وإتقانا علمه لغيره كما تعلمه. فمن تعلم وعلم القرآن الكريم صار عند الله أفضل الناس ولا يساويه أحد، هذا بفضل القرآن الكريم. والقرآن الكريم أخي المسلم الصائم أخي المسلم القائم، القرآن الكريم هو هاد إلى طريق الله المستقيم، يهدي الحائرين ويقي من فتن الدنيا ظاهرها كان أو باطنها. فمن أراد أن يهديه الله ويقربه إليه ويكون من أفضل الناس عند الله ويقي فتن الدنيا عليه بالقرآن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم، هكذا قال رسول الله. فقال علي يا رسول الله وما المخرج منها؟ كيف نخرج من هذه الفتن إذا وقعت؟ قال صلى الله عليه وسلم مخرج واحد،
مخرج واحد بس قاله رسول الله، قال المخرج منها كتاب الله تعالى. ليه؟ فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو بالفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين. معايا يا المسلمون؟ حبل الله المتين ونوره المبين وذكر الله الحكيم، وهو الكتاب الكريم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تنقضي عجائبه إلى يوم الدين، وهو الكتاب العظيم الذي لما انتهت إليه الجن وسمعت قالوا إنا سمعنا قرآنا، قولوا انتوا بقى عجبا. قال صلى الله عليه وسلم من علم علمه عمل ايه؟ سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط الله المستقيم. الله عز وجل شرح فيه الواجبات والأحكام وكرر فيه المواعظ وأنار الأفهام، فلا راحة للبشرية جمعاء إلا بهداية القرآن الكريم. أيها المسلم، دعانا القارئ للقرآن الكريم أو الحافظ له، دعانا القرآن الكريم إلى مكارم الأخلاق. اللي بيقرأ القرآن أو اللي حافظ القرآن يجد أن دائما يدعو إلى العفو والصفح، إلى التسامح، إلى أداء الأمانة، إلى الوفاء بالعهود. كل الأخلاق الكريمة أمرنا القرآن أن نتحلى بها. لذلك ما أحوج العالم اليوم، كل العالم، إلى هداية القرآن الكريم، لأن أزمة العالم اليوم هي أزمة أخلاقية تحتاج إلى هداية القرآن الكريم. وإذا كان هناك خطأ من المسلمين بأن ابتعدوا عن منهج القرآن الكريم الذي أمرنا بأخلاق كريمة، فالواجب عليهم اليوم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى هداية القرآن الكريم، فيلتزموا بأمره ونهيه كما التزم صلى الله عليه وسلم. لذلك نبي ونبيكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان قرآنا يمشي على الأرض، اقتدوا به وتأسوا به. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة الرسول وعرف كل حاجة عن الرسول، قالت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقالت لما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن الكريم، ووصفه القرآن بوصف فاق كل الأوصاف، وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله العلي العظيم أن يهدينا جميعا بالقرآن الكريم، وأقول قولي هذا وأشكركم على حسن استماعكم، وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. يا أهل القرآن هلموا، يا أهل القرآن، بشركم الله تبارك وتعالى بشرات أو تبشيرات عظيمة لا يماثلها أدنى بشرى من بشر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وإليكم بشرى يا أهل القرآن من البشر، جاءت إلينا الآن سريعا، البشرى والمفاجأة لمن أكرمه الله تبارك وتعالى في خلال هذه الأيام المباركة إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
بزيارة هو وشيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة لمن يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم كاملا في هذا العام له عمرة هو وشيخه، مقدمة من الأستاذ محمد سيد عبد الصادق رئيس مجلس الإدارة. وفي ذلك المسابقة هتكون في شهر ربيع الأول إن شاء الله، والفائز الأول في القرآن الكريم هيكون له عمرة مقدمة من الأستاذ هو والشيخ بتاعه، هو الشيخ اللي بيحفظه، ونرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هدية من الأستاذ محمد سيد عبد الصادق جزاه الله كل خير، أنجز إن شاء الله. حتى تستيقظ قلوبنا وأرواحنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،